استمرار التصويت بالانتخابات الأوروبية وسط مخاوف من فوز اليمين المتطرف. فرنسا تتهم رئيسي باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن سبورتس القطريين بالفساد. القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على حقول للنفط شمال بغداد. الثانية ظهرا الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يواصل الناخبون في بريطانيا وهولندا التصويت بالانتخابات الأوروبية التي انطلقت صباح اليوم، ومن المقرر أن يصوت أكثر من 400 مليون ناخب أوروبي حتى نهاية الأحد القادم في دول الاتحاد 28 لاختيار 751 نائبا في برلمان القارة، وسط مخاوف من تصاعد للمد اليميني المتطرف في أنحاء القارة العجوز وتنامي غير مسبوق للتيار المشكك في جدول الوحدة الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي ذاته. مثل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أمام الادعاء الفرنسي في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد حول ملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وذلك بعد يوم من توجيه القضاء الفرنسي تهما بالفساد إلى رئيس مجموعة بي إن سبورتس يوسف العبيدي والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك. طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم وثابت ضد إيران، جاء ذلك في رسالة بعثت بها السعودية إلى مجلس الأمن تفند فيها تصرفات إيران داخل المنطقة وسلوك إيران المتهور والمتمثل في جر المنطقة لوضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته المسلحة بالمنطقة وتعدي النظام الإيراني على السلام والأمن وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم. شددت السعودية في رسالتها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان نتائج مفاوضاتها مع المجلس الانتقالي العسكري حول هيكلة السلطة في الفترة الانتقالية، وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنه تم الاتفاق على صلاحيات ومهام السلطات الانتقالية الثلاث وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وبرلمان انتقالي تكون نسبة مقاعد المدنيين فيه 67% على الأقل. أضاف البيان أيضا أن الخلاف الوحيد يدور حول تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بضرورة أن يكون الغالبية فيه والرئاسة أيضا للعسكريين. أحبطت القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على حقول للنفط شمالي البلاد، واشتبكت القوات مع مجموعة من إرهابيي داعش حاولوا استهداف نقاط حماية حقول نفطية بصلاح الدين، حسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي التي أكدت قتل كافة عناصر هذه المجموعات الإرهابية. موجز الأنباء انتهى، وللمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.